مشروعية الماء احنا من عام 2006 مبرمج باش يتوسع الشبكة وكل شيء ويصلنا الماء. وقت اليوم غدوة العام الجاي العام الجاي ما جاء شيء. المرة هذه كيف جاء؟ كيف جاء حفرونا بدون مني للدارة، ووقت اللي جو راكبوا في التيوات بدون من الماء من غاد. وين وصلوا هنا خلونا 200 متر وقصوا علينا، الفوسي محفور على عين كاينة وكل شيء موجود. في يا ولدي كيفاش المقاول قالنا ما عادش انا ماخذ حسابي كي هكا. هانا قعد الفوسي محفور ونحن 12 وزوز عائلات 10 مناقين نحن، خمسة في الديار هذوك وخمسة في الدار هذا. لليوم هنتبع ونشوف في رحمة ربي كيفاش يجي. حاجتنا بالخط الرئيسي هذايا يكملونا فيه غادي كلنا للدواء. وهاك الساعة ينجموا هما يطلعون المناقيل على الخط الرئيسي، على المياه الضايع، على كل شيء، يتحملوا مسؤوليتهم يطلعوها صحيح. أما تونا جابت 600 متر وثم اللي جابت كيلومتر والتيوات تتفلق والمياه الضايع، ومن بعد يقولوا الماء ما ثماش، هاي من 72% ضايع، هاي 50% ضايع، هذا يقول لنا ما لقيناش ليه حل. نحبوا نفهموا يعطونا الخطوط الرئيسية، يوفرون الفلاحة الخطوط الرئيسية، ومن بعد نجموا نطلعوا مناقيل على الخط الرئيسي الكل، وكل إنسان يتحمل مسؤوليته. في الماء الضايع يولي ما عادش ضياع، يولي الماء كل مجهود. هنا هما يضربوا ضربة لهنا، ضربة غادي، ضربة غادي، 100 متر ويخلوا 100 متر، خلوا 200 متر، خلوا 500 متر. هاي الطيو ذا مش تعدي، نحن هاو في الدوار قريب منا، نقعد مش يكملون الطيو قبله، قصوا هنا كي. حتى اللي كانوا يعطي فين في المياه هم قصوا المياه هنا كي. كل شيء خرج في منقاله، الفعود مش خرجها ب 100 ولا خرجها ب 300 ولا ب 400، وصل له الطيو الفعود مش يشري 3 ولا 4 رولوات، يشري 5 متر وقانون الحاكم ويركب الكونتير نتاعو على الطيو الرئيسي. الفرع اللي يبدا لازم يكمل، خليه الدوار هذاك بلاش ماء. ثم اولويات، الدوار اللي قريب للماء خلوه، اللي يشري الستيرنا ب 30,000 خلوه، اللي يشري في الستيرنا ب 50,000 يلزمنا نوصلوا ليه. الدوار هذا دوار الخلافيه ناقص 200 متر، تزيدهم 200 متر وما عادش تلقى فيه حتى مشكل، يوصل الماء للديار الكل وتجبد الناس الكل، عدادات وتيوات صغار وتشرب. بالنسبه للبني توصلك التيو الرئيسي، والمواطن يشتري عداد على روحه والتيو الصغير على روحه. السنتاج هذايا هو شويه علينا، السنتاج كون يزيدونا سنتاج اخر تولي العباد تتكفى، حتى كذا الواحد عنده شويه زيتون وياسر علينا. نقول لك المتر ب 700 فرنك، المتر ب 700 فرنك ياسر علينا، ونخلص وزيد في 3000 صيان، 3000 المنقال كل شهرين نخلصوا 3000. ماذا بينا يعاونونا في الماء، خاطر الزيتون من هنا ما يمشي الا بالماء، اذا كان ما ثماش ماء الزيتون ما يمشيش. كان الماء يحب الماء، الزيتون يحب الماء، ماذا بينا يزيدونا سنتاج وباش نتكفوا من الماء ونوردوا زيتون. تو الناس خلت البلاد على جال الماء، لاني الناس ورايا بقيتنا زدني خلي خسرت هالبني هذا ونكبه، نحاول من بكري، حاولوا على الماء، حاولوا على الضوء. بقيتنا عملت عزيمه، يلا قلت نعمر ثبتي، لاني هاني مش تو معناها اللي تو وقت اللي ناس جاه الماء نخمم العيالات اللي هذه يقول لك لا ما نعيش بلا ماء حتى ننكب للقريه. انا بنيت البني هذا ما نجمش نخسر الماء، قال البني هذا ونكب على جال الماء. نشرب الدركتول والغالب يعطينا ربي الماء، الماء نتفرجوا فيه شوفوه اللي يعطينا ربي باش نعيشوا به. شوف نوع الماء، هذا الماء، هذا الماء في الصيف تلقاه خزب كل وما نموتوش الحمد لله. تحبوا نشرب منه؟ ها نشرب منه، ها الحمد لله معنا ربي، على خاطر نحن نعيشوا بنية ربي ولاباس. ما هو يجي مخلف، ماهوش في الباز باش يجي، ماهوش باش يجي صافي. أنا نصفوا فيه، استعملوا الصفاين صفوا فيه باش ينقصنا شوي. اي صبوا فيه في الجافيه باش ينقصنا شوي ما كاش جرى فيه. توسيع الشبكه هذه
معناها الدراسة نتاعتها تقريبا من 2006، احنا دخلنا جدد في الجمعية، دخلنا في 2013 معناها اجتهدنا باللي نجمو نعملوه، جدنا توسيع الشبكة هذية، معناها ثم بلان معناها موجود، ومكتب دراسات تاع ياسرين هو اللي خدم معناها البروفي وحده معناها من غير ما استدعانا ومن غير ما حضر مواطنين. بعد اللي يحفر كل بلاصة يحفر فيها يخلي تقريبا 200 متر وزايدة، مع 200 متر ما فيهاش تيو، ويقول لا راهو البلان تاعي هذا هو الموجود حسب أقوال المقاول. بالنسبة لمكتب الدراسات هذاك هو معناها هو اللي يعطي في الأوامر، معناها نحن ما عندنا حتى دخل، يردم وحده يحفر وحده ويخدم وحده. وهنا نحن كنكون همزة توصل بين المواطن وبين الجمعية، نحن خلى المواطن ما عادش عنده ثقة في الجمعية من الغلطات نتاعهم هم. انا معناها المواطن ما يفهمش اللي كونه المقاول ويل المكتب الدراسات هذاك الحد نتاعو، يقول لك لا الجمعيه هي اللي قصت عليا وما خلتنيش باش نكمل. هذه ما يخدمش جمله، احنا نحبوا الماء ماذا بينا نحوه على الجمعيه وحطوه لنا سنين، تو كي تقص الماء على واحد يتقص على الناس الكل. انا تجيني 10000، انا مشيت المواطنه خير من تجيني 30000، مشيت المواطنه لهنا كينا انه قلت لها صلح الكونتير نتاعك مثلا خلي يتعدى الماء الناس الكل، عملت لي مشكله. هذه 25 دينار ما تكملش ليه الصبه نتاعو وعاوز يجيب الماء، ما تشربش ما تشدش حتى جمعه من زمان. ده سكرنا كان وقت الصيد، قال بعد عنده حيوانات نجم نقول في سيتينا بنهارين ثلاث، كيفاش مسكينة المواطن اللي يتحمل 25000 خاصة وقت صيف. النهارين تونا مقصوص علينا، أنا رئيس جمعية مقصوص علينا، مقصوص من الأسباب هي ستيك. ستيك نهار 25 يوم، نهار 25 إذا ما نخلصوش نهار 25 نهار 26 يجوا يقصوا الضوء وتنزادنا 59 دينار آليا لازم تنزاد، وما نرجعوش الضوء وما نخلصوا هذيك. والفاتورة كل النهارين ما خدمتش الفاتورة، ما خدمتش البير مش يخدم، وجينا فيها 12100 و16100 و17100 وتفضل نعطيكم فاتورات، فاتورات موجودة لهنا. حمزة نصراوي مدير مدرسة القرين العيون ولاية القصري. الوضعية المائية معناها الماء منعدم تماما في المدرسة باعتبار تسير فيه جمعية معناها فاشلة، ما نجمناش نسيروها المنظومة هذية باعتبار كبيرة، شبكة كبيرة تمتد على 50 كيلومتر، معناها تلقي شكون عنده الماء ونحن ما نعرفوش، جابد الماء ونحن ما نعرفوش، تلقي شكون مش عامل عقد كونترا اصل ومجهول، وتلقي شكون عامل ونمشوا ليه معناها باش نقصوا عليه الماء ما يخلينيش، بالعكس ولا نتعرضنا للعنف وتعرضنا معناها البرشة معناها مضايقات من المواطن، معناها حتى المواطن راهو عنده جانب من الخطأ. الانستالاسيون موجودة، المواطن عمل الحساب الخاص معناها عمل رابط خاص، والمدرسة معناها عمل لها المقاول متاع الماء، الفلاحة هي اللي عملتها للمدرسة بليش معناها تبرعت بها، ولكن الماء هذا مش يمشي معناها ما مشاش فيها حتى ملي تعمل ما مشاش حتى 4 ولا 5 مرات، باعتبار الماء ديما معناها معطبة القنوات هذه، يا إما معطبة بفعل معناها فاعل، يا إما أمور فنية أمور تقنية، البير قاص، الطرمبة ضربت، ستيغ قصت الماء لأن الجمعية ما خلصتش، هذا هو. والماء مش موجود في المدرسة، قاعدين نستغلوا في نجيبوا بالسيتيرن تاع التراكتور، معناها السيتيرن ب 25 دينار صبوها في الماجن، معناها في ظروف يعني صحية ربما غير معناها مش باهي،
مهما نريقلوا مهما نحافظوا على الصحة، بما أنه ماجن يعني نتصور ما توفرش الشروط الصحية اللازمة. نحن وفرنا البوتونس هذي الموزع متاع الماء سهريجي موزع للسهري، وفرنا بوتونس ونبيعه في المال التراكتورات 60-4000 نبيعوها نحن، والتراكتور يبيعها مرة ب20 مرة ب25 مرة ب30 حسب الديستونس اللي يهزله. نحن ال4000 هذيك ما وفرتش ما خلصتش ستي، يعني ما ديما في عجز جمعي. وتو كان نوريك من فاتورة معناها فيها 1,183,000 دينار ني مش نجيبوهم، معناها ما نجموش بصراحة. احنا مثلا كلمنا التراكتورات قلنا لهم باش نزيدوكم، معناها خافوا قالوا ما تزيدوناش ما نجموش، حتى هما زاد عندهم الحق ياخذوا مزود. تو تعرف قديش يعني الليتر بتاع المزود قديش، يعني التراكتور زاد هو خاسر مسكين. والحمد لله.